بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذا نواصل في المحاضرات الملقاة عن بعد في مقياس المجتمع الدولي والموجه لطلبة السنة الأولى جذع مشترك. اليوم نفتح محور جديد وهو محور متعلق بأشخاص المجتمع الدولي أو فواعل المجتمع الدولي والممثلة في كل من الدولة باعتبارها أهم شخص من أشخاص المجتمع الدولي، بالإضافة إلى المنظمات الدولية وحركات التحرر والفرد كآخر تطور من تطورات أعضاء المجتمع الدولي. إذا نبدأ أولا بأول شخصية من أشخاص المجتمع الدولي والممثلة في الدولة. إذن أنا لكل نظام قانوني أشخاص تخاطبهم ويخاطبهم بقواعده، ويكون لهم حق التعبير عن إرادة ذاتية وممارسة بعض الاختصاصات القانونية، ويتولى كل نظام قانوني تحديد الأشخاص التابعين له والمخاطبين بأحكامه. وبما أن القانون الدولي العام هو قانون المحدد للأشخاص المخاطبين به والخاضعين لقواعده وأحكامه، فإن الدولة هي الشخص الرئيسي للقانون الدولي العام، فمن أجل الدولة وجد هذا القانون. وعليه يتفق الفقه على أن الدولة هي محور العلاقات الدولية بالنظر للمكانة السامية التي تحتله. فالدولة كانت ولا زالت تشكل الخلية الأساسية للمجتمع الدولي، يعني بالرغم من ظهور أشخاص آخرين بجانب الدولة، إلا أن الدولة هي الفاعل الأساسي في المجتمع الدولي. ولا نبالغ حين ننقل عن بعض المفكرين قولهم ورأيهم في أن الدولة هي الطرف المميز أو الشخص الكامل، وذلك نظرا لأهميتها وتميزها عن بقية أطراف المجتمع الدولي. فيمكن تعريف الدولة أو في تعريف الدولة نشير فقط إلى أن الدولة هي عبارة عن موضوع عدة مقاييس، وعلي أوضح هذه النقطة في أن الدولة تدرس من الناحيتين، من الناحية الداخلية ومن الناحية الدولية، أو على المستوى الداخلي وعلى المستوى الدولي. فعلى المستوى الداخلي ترتكز دراستها على معرفة مصادر ومقومات السلطة السياسية، يعني نركز كل التركيز على نشأة الدولة وعلى نشأة السلطة السياسية وأشكال السلطة. وإن المقصود منها هنا هو مقياس القانون الدستوري. كذلك ترتكز دراسة الدولة أيضا على معرفة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات المرافق العامة التابعة للدولة، يعني الدولة عندها عدة أجهزة ومرافق ومؤسسات تابعة لها. إذا ما هي القواعد المنظمة لهذا النوع من المرافق والهيئات المحلية؟ وهنا نقصد بها القانون الإداري. أما من الناحية الدولية فتدرس الدولة باعتبارها كيانا سياسيا يتمتع بالسمو والسيادة عن السلطات السياسية الأخرى، وباعتبارها تساهم في إعداد وتطوير وتطبيق قواعد القانون الدولي، وهو مجال المجتمع الدولي. ويتحدد نطاق الدراسة الدولية في بحث في كل من عناصر الدولة وأشكالها وحقوقها وواجباتها. فتعد الدولة أهم وأقوى طرف لأشخاص المجتمع الدولي، فبقوتها ومقوماتها شغلت اهتمام كل دارسي العلوم بأنواعها وتخصصاتها. وما يمكن الاتفاق عليه هو أن الدولة كيان متعدد الجوانب، يعني وهو الأمر الذي يصعب من مهمة تحديد تعريف جامع وشامل للدولة. ومع ذلك سنحاول تعريفها من خلال عرض مجموعة من التعريفات التي قيلت بصدد تعريفها. يعني فهناك من عرفها على أساس أنها مجتمع سياسي منظم
في إطار إقليم محدد تقتله مجموعة سكانية ويتمتع بالسيادة والاستقلال ويهدف إلى تحقيق أهداف مشتركة بين أفراده، سواء تعلق بأهداف اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو غير ذلك. وهناك من عرفها بأنها جماعة من الناس تقيم على إقليم معين على وجه الدوام وترتبط بمجموعة من المفاهيم والمقاييس والقناعات تميز وتوحد تلك الجماعات الإنسانية وتحكمها سلطة عليا. كذلك هناك تعريف آخر بأنها أو تعريف مبسط بأنها جماعة من الأفراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم معين وتسيطر عليهم هيئة حاكمة ذات سيادة. كذلك عرفها آخر بأنها تجمع بشري يقيم على وجه الدوام بنية الاستقرار فوق إقليم معين، وتقوم بينهم سلطة سياسية تتولى تنظيم العلاقات داخل هذا المجتمع، كما تتولى تمثيله في مواجهة الآخرين. يعني نذهب الآن إلى الجانب الدولي ونقول بأنه قد حددت بعض الاتفاقيات الدولية مفهوم الدولة وبيّنت خصائصها، نذكر منها اتفاقية مونتيفيديو المبرمة بتاريخ 25 ديسمبر 1933، حيث نصت في مادتها الأولى على أنه لكي تعتبر الدولة شخصا من أشخاص القانون الدولي يجب أن تتوفر فيها الصفات التالية: شعب دائم، إقليم محدد، وحكومة ذات أهلية للدخول في علاقات مع الدول الأخرى. إذا من مجموع هذه التعريفات السابقة يمكن الوقوف على تعريف راجح وشامل للدولة، وهو أن الدولة هي عبارة عن مجموعة من الأفراد تعيش في إقليم معين على وجه الاستقرار والدوام، وتخضع لسلطة سياسية مستقلة ذات سيادة تسعى إلى تحقيق مصالح هذه المجموعة وتلتزم في ذلك بمبادئ القانون الدولي. فمن خلال التعريفات السابقة يمكن أن نقف على العناصر أو المكونات المادية للدولة والممثلة في كل من الشعب والإقليم والسلطة السياسية. فبالنسبة لعناصر الدولة فهي ممثلة في كل من العناصر أو الأركان المادية، يعني كما سبق وأن أشرنا في إقليم شعب وسلطة سياسية. كذلك يمكن أن نشير إلى أن الدولة تتمتع بخصائص قانونية ممثلة في كل من تمتعها بالشخصية الاعتبارية، وهي شخصية تختلف عن الشخصيات الاعتبارية المعترف بها لبعض الهيئات ذات الطابع العام، وكذلك تتمتع بخاصية قانونية أخرى هي السيادة. إذا نبدأ بأول عنصر من عناصر الدولة وهو الإقليم، ونقول بأن الإقليم يشكل الإقليم عنصرا مهما في بناء الدولة، حيث يستقر عليه الشعب أو أفراد شعب الدولة بصورة دائمة داخل حدود إقليمية، أو يمكن تعريفه بأنه ذلك الجزء المحدود من الكرة الأرضية الذي يخضع لسيادة الدولة. ونشير إلى أنه ينصرف مصطلح الإقليم إلى ذلك الحيز المكاني الذي تستأثر به الدولة لتمارس عليه سيادتها، وينبغي أن يشمل هذا الحيز المكاني بالضرورة على مساحة ثابتة ومحددة من اليابس، وعلى ما يعلوها من طبقات الجو، كما قد يشتمل على مساحة معينة من البحار إذا كان اليابس المقصود يعني المشار إليه يطل بحكم موقعه
على واحد أو أكثر من البحر، يعني يكون عنده إطلالة بحرية فهنا يثبت له إقليم آخر وهو الإقليم البحري، بخلاف أن هناك بعض الدول يعني ليس لها إطلالة بحرية وتسمى بالدول الحبيسة، يعني ما عندهاش بحر أو مجموعة أنهار مطلة عليها. بذلك فالإقليم هو ذلك المجال الوطني الذي يخضع لسيادة الدولة ويتمتع فيه كامل السلطات التي يقررها القانون الدولي. وحسب نظرية الاختصاص الإقليمي، فالإقليم هو المجال الذي تمارس عليه الدولة سيادتها، أي أن للدولة السلطة الكاملة على إقليمها لما فيه من أشخاص وأشياء، حيث تمارس عليه وظائفها التشريعية والقضائية والتنفيذية، وتختار نظامها السياسي والاجتماعي والثقافي الذي تدير به شؤون إقليمها دون أن تشاركها في ذلك أي دولة أو سلطة أخرى. فالإقليم يعني إن ذكرنا وجهة نظر تمييزية بين الدولة والمنظمة باعتبارهما شخصين من أشخاص القانون الدولي العام، نقول بأن الإقليم هو الجزء المميز للدولة عن المنظمات الدولية، حتى وإن كانت هذه الأخيرة شخص من أشخاص المجتمع الدولي. فالمنظمات الدولية لا تقوم على أساس إقليم معين تتمتع بداخله بالسيادة، يعني لا تحتاج إلى إقليم، بخلاف المقر، يعني مقر المنظمة هو فقط الذي يختار الإقليم الذي فيه يتم إنشاء وتأسيس مقر المنظمة. فالمنظمات الدولية لا تقوم على أساس إقليم معين تتمتع بداخله بالسيادة، بل تنشأ بموجب اتفاق بين الدول لتحقيق أهداف مشتركة، وتكتفي فقط بالمقر. يعني أذكر مثال هنا، مثلا منظمة الأمم المتحدة نشأت بموجب اتفاق أو ميثاق إنشائها، ومقرها هو مقر بنيويورك، يعني بالولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن عضويتها ونشاطاتها يمكن أن تشمل كل العالم، بينما الدول هي عبارة عن تنظيم إقليمي، يعني سيادة الدولة تكمن فقط في مجالها الإقليمي، بينما المنظمات الدولية فمجالها ونطاقها يطال مجموع الدول الأعضاء فيها. يمكن أن نتساءل كذلك عن عنصر آخر، هي كذلك ملاحظة أخرى فيما يتعلق بالإقليم، يعني الإقليم ما عندوش شروط معينة بخلاف أن يكون ثابتا وأن يكون محددا. أن يكون ثابتا يعني ما يكونش ذلك الإقليم من صنع الإنسان، يعني عبارة عن جزر اصطناعية مهددة بالزوال، وكذلك لابد من أن يكون محدد المعالم والحدود. هذه الحدود إما أن تكون حدود وهمية عبارة عن خطوط طول وعرض، وإما أن تكون حدود اصطناعية عبارة عن أسلاك وجدار أو غير ذلك، وإما أن تكون طبيعية مثل التضاريس وغيرها، مثل تضاريس الجبال والأنهار وغير ذلك. فيما يتعلق بطرق اكتساب الإقليم، فلقد حدد القانون الدولي المعاصر عدة طرق لاكتساب الإقليم، وقد استبعد في ذلك يعني الحروب واستعمال القوة لاحتلال الأقاليم، يعني وهي الطريقة التي كانت مكرسة ومستعملة في الزمن القديم، وليكرس مبدأ المساواة بين الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وكذا تحقيق احترام سيادتها. هناك مجموعة من الطرق، نذكر مثلا الضم، وهي طريقة تقليدية غير مشروعة في القانون الدولي المعاصر، كانت تستخدمها الدول الأوروبية لأجل الاستيلاء على أجزاء كبيرة من الأراضي، والموجودة مثلا في بين البرتغال وإسبانيا في غرب أوروبا، يعني هذه الطريقة كانت مستعملة وقت الكشوفات الجغرافية.
كذلك يمكن أن نشير أن يعني هذا الضم أو هذه الطريقة قد تمت بموجب قرار صادر عن البابا ألكسندر السادس سنة 1493، وهذا على أساس أنها أقاليم لا مالكة لها، يعني أقاليم لا مالكة لها، فإنه يجوز ضمها إلى الدول القائمة. كذلك هناك طريقة أخرى هي إضافة الملحقات، سواء كانت هذه الزيادات طبيعية نتيجة ظهور جزر في البحر الإقليمي، أو اصطناعية بفعل الإنسان، أو نتيجة إقامة الدولة لجسور وإنشاء سدود. وتستند إضافة الملحقات في القانون الدولي إلى فكرة استقرار وامتداد إقليم الدولة، أو إلى مبدأ التزاور. كذلك هناك طريقة أخرى وهي طريقة التنازل، بحيث يتم التنازل بناء على اتفاق مبرم بين دولتين يقضي ببيع أو منح جزء من الأقاليم للطرف الآخر، ويشترط القانون الدولي يعني لصحة التنازل، يعني حتى يكون تنازلا مشروعا، أن يتم إما بعد موافقة مثلا السلطة التشريعية أو البرلمان مثل ما تنص عليه بعض الدساتير، أو بإجراء استفتاء مثلا، أو بموافقة سكان المنطقة التي يريدون التنازل عنها من هذا الإقليم. يعني هنا ممكن أن نستدل بعدة أمثلة، منها شراء الولايات المتحدة الأمريكية لإقليم لويسيان من فرنسا، وكذلك ولاية ألاسكا من روسيا. كذلك نشير إلى مثال آخر، هو تنازل إسبانيا عن جزر كارولين لألمانيا سنة 1899 مقابل مبلغ مالي، إلى غيرها من الأمثلة. إذا هذا فيما يتعلق بالتنازل. كذلك هناك طريقة أخرى وهي طريقة التقادم، وهي طريقة غير متعامل بها في القانون الدولي المعاصر الحالي، بخلاف القانون الدولي القديم أو الكلاسيكي، يعني كانت هذه الطريقة معمول بها في القانون الدولي الكلاسيكي. ويحدث التقادم عندما تضع دولة يدها على إقليم معين بصورة مباشرة وعلنية، يعني ما يكونش فيها حرب أو غير ذلك، وبطريقة مستمرة وهادئة. يعني لاحظوا معي، شروط التقادم هو أن تضع يدها على إقليم معين بصورة مباشرة وعلنية وبطريقة مستمرة وهادئة لمدة طويلة دون اعتراض الدولة صاحبة الإقليم، يعني يكون في هناك نوع من الرضا المتبادل بين الدولتين. ما قبل الأخير، هناك طريقة الاستقلال، يعني هي طريقة حديثة لنشوء الدول، ويقع بطبيعة الحال عن طريق الكفاح المسلح، أو عن طريق تنظيم استفتاء على الإقليم المعني، وهي طريقة تتفق مع الحقوق المكرسة في مجموع الإعلانات والمواثيق الدولية. وهنا نشير مثلا كاستقلال معظم الدول الإفريقية عن الدول الأوروبية بعد سنوات الستينات. كذلك آخر طريقة وهي طريقة الاندماج أو الانقسام، وهي الأخرى طريقة حديثة لنشأة الدول، ويحدث هذا الاندماج أو الانقسام عن طريق اتفاق بين الأطراف، يعني يكون فيه رضا. هذا الرضا مجسد في ماذا؟ مجسد في اتفاق مبرم بين الدولتين، وإما عن طريق تنظيم استفتاء شعبي على الأقاليم المعنية، يعني الأقاليم المعنية إما بالاندماج وإما بالانقسام. وهنا يمكن أن نشير مثلا إلى انقسام دول الاتحاد السوفيتي سابقا، وكذلك اندماج ألمانيا الشرقية والغربية بعد انهيار المعسكر الشرقي. إذا هذه هي أبرز طرق اكتساب الأقاليم بخلاف الحروب والوراثة التي كانت معمول بها في الزمن
القادم.